عارف على قلبي غلاك نادر حبيبي دايل في قلبي وداك وارتاحت عيني لكن عمري اللي بيهواك ما ينسيني اتمرد لحظة وانساك مهما تنسيني لو تعرف Tere, 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 tere
Acqua, tira la tazzina qua, l'Alianza! Acqua blanca, Alianza! عندك سامينا الاكيب كامله اللي معاك انا ملوم ميرسي موج مع الكل البلاد البلاد نبداو كريم كريم بوزره كريم تفضل بلاش نعطيو نجم احسان غضاف فيه كامله ريقه تو احسان قام تو وي ولي بعد اي رامي مراسي رامي مازدوس كتاب باس خيري فيولون ساكسوفون كلارينيت مع فنان يسري حريبي يعطيكم الصحه اش ميرسي بوكو نضال نضال ميرسي بوكو الو هذي باهي هذي اسمع شنو هي الكفازه اللي تعملها بلاي لحظه راه كل موزيكا تمشي وكفازات هذيك كيفاش تعمل هذيك؟ هذاك خويا سوق فيها وين عمل لك وبدي ما سكلت في الزيت والله ما سكلت باهي يتكلم قول هكا حلو باهي انزل على هذيك ننزل على هذيا ونمشيو للسبيد كويز واعطيني الموزيكا بتاع قبيله لا 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 محلاها كي يبداو محلاها قعيده محلاها قعيده هذيك الاولى ومحلاها اللي شاركوا معنا اولاد الدار ويعرفوا قالوا لا باش تقعدش نفصل متفاهمين متفاهمين اجابه بعد ما تسمي لي ثلاثه حاجات تنزل على البزور اكثر ليه تنزل قبل انت عاد اللي كاتبت لنا البرنامج قول لي كيفاش ما نورمالمون شكون اللي ينزل الاول هو اللي يجاوب ما خاطر ما كان جيت تجي معنا في التورناج بدلناها بدلناها تجاوبني احنا في بيننا لا البركه بدلت القانون رحمه الله يرحمنا ثلاثه عصات في المباشر تربح نبدا اسمعني ننزل ومن بعد نجاوب لا لا هذاك لا معايا انا نجاوب بعد اوكي خلي البصمه نتاعي في البرنامج السؤال الأول موجه إلى لبنى. أيوا. ثلاثة مناشطين قدموا دي تاب. سامي الفهري، نضال السعدي، ميغالو. الله يعطيك العافية. عبد الرحمن. جيت باش نقول وسيم الحريسي ومن بعد قلت سامي عبد الرحمن العش. حلوة، أنت يا حلو. يوزع وكل شيء. هاي سيدي. روا كوريغرافي صاروا في ديتاب ثلاثة كوريغرافيا صاروا في ديتاب تابلو الكنيسة تابلو الزورق تابلو ذاك الحزن برافو غلط مالاش علاش الكوريغرافيا علاش غلط كلهم اير باندان لا الوقت انتهى يقولوا لي صديقي تغادرنا للاسف وجي معنا منى باندا الميكرو لا لا تغادرنا تو برك مش تقعد الميكرو تفضل سامعني جيد تقوليش السؤال بدلوا لي السؤال السؤال الموجه الى منى باندا هو الاتي ثلاثة كرونيكرات تخدموا في ديتيب وما همش موجودين تو خالصين امين الامام جاوب جاوب في ساعه خمس ساعات امين الامام زياد المكي و عندك عندي شكون اخر؟ صحري بحري اجابه صحيحه سامحني يا خبيت جهاد فما لبنى فما فما اداره فما اداره لا 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 فما دفار لبنى ما تعملش خنن معايا وسيم وسيم خذيت وقت اكثر مني خذيت الوقت ميساج نعاودوا نتفرجوا نشوفوا قداش خذيت وقت حيلتوا مع لبنى وجي جهاد نشوفوا قداش خذيت توقيت انا ما بحبش الظلم يقولوا لي زملائي في الحرب سبعة ثواني دونك الإجابة غلطة لازم في 5 سكوند تغادرنا وجي عبير يا 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 تمشي روحك مش لبنى هذه باندا مشكلة أنا بياج في المشكلة هو هذه كتبت وتعرف يا عبير أنا وقت أنا أسألك أنت ولا خلاص إي إي لا لا سألها هي ما سألتهاش بالكل ثلاثة حلقات دي تيب صار فيهم ديغيزمون يا دي تيم واو ما تفرقش فينا لبنى راس العام رمضان العيد الكبير في العيد الكبير ما عندناش حلقة هاي اللي بعد هاي راني ايه لقد عملنا راس العام جيشة وكرتون زاد عملنا ديسان زانيمي والفراعنة وعملنا فراعنة وعملنا كرتاج برشا برشا جواب شبيك انت ما ثلاثة جروبات غنوا في ديتاب اليانزا تاع اليوم هذوما اي تورس استنى خمدك بحنيفس نفس المزيكا المزيكا دي معنا موجودة تحية المزيكا خالد بن عيسى الزوز انا عاونتها دونك خليت سامي لي ثلاثة يخدموا في فرقة مزيكا مع خالد بن عيسى تحفة 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 واحدة ثلاثة انت جابها صحيح تحفة برك تحفة برك تحفة مرات تحفة واحدة وثلاثة لا هو نشوف اللي يحكم حيلة
تخرجي حمزة بلومي انزل على هكا ولد حمزة البلومي امين نشط مرة حمزة ما جاش امين قال حمزة البلومي ما جاش اجابة غلطة هاي تور هاي عاتبوه ما جاش ما جاش ما جاش هاي تور تور هاي اما بار كونتر جماعته جا هو ما جاش اي ما كيف كيف شوالي هو كي تشوف الشوالي تحس هو حمزة البلومي والله بالحق نرجع برشا عباد يغلطوا يشوفوا أسامة الشوالي خاطر يحسك اللي هو حمزة البلومي وحمزة البلومي هو الشوالي معناها انا صحيحة صحيحة ما إجابة غلطة محلاس بديك ميقالو ربي يبارك لك تو في الريميرسيمون نقول لك مين خذيته باش نشري منه فاش تحكيو فاش تحكيو فاش تحكيو فاش تحكيو فاش تحكيو فاش تحكيو خلينا نكمل شقرة نبدلوا بعد ما تور عندك أنت سؤال ثلاثة حلقات تخدموا بالتام في ديتيب الأفرو الألوين ال تاع سريكدا فرع لا قال اصلي كي قاعد اونكي جاب غلط لا لا قلت ما فهمش اونكي لا لا عاود لي بالكلمه بالانكلي فرع انا لا لا قلت اصلي كي قاعد شنو هي هذيك ايجيبشن ايجيبشن هذيك ايجيبشن فرع انا واصلي كي قاعد غلطه كل الزملاء في الحفله جاب غلطه مصطفى حواس يلا سي عشيه لو انت تعرفه ما فهمتش علاش ضيعتها جبتي وراه سبحان الله 200 حلقه ليه هو في في مخه مصطفى راني تاولي زيد وحده قدام 12 مليون شوف السؤال هو هذا ثلاثه لعاب يتلعبوا ما غير كلام في دي تيب فوتو ميم بلايند تيست عقلك في عقلك ما غير كلام غير كلام فوتو ميم بلايند تيست والاخرى نتاع الرسم نتاع الرسم يقولوا اللي الاجابه نتاع مصطفى غلطه خاطر البلايند تيست نجاوبوا فيها فيها كلام مصطفى يغادرنا وتجي بيكا انا جيت انا جيت دونك نمشيو الكل توا ارجعها سمي لي تروا رابور جاو لديتيب هذيك يونغر يونغر سان فاران ما يفتحش مزود هو اسمه هذيك توتو فما توتو فما اجا بس على سؤال سالته قبيله ما جاوبش عليه تورا ثلاثه حلقات تخدموا بالتام دشره برانتون وهذيك ازي اجا بس ثلاثة ضيوف ما همش توانسة جاوا لديتيب واه والله لا نعم وعندنا كفتوشي فتوشي يمشي نور فروني فتوش فما واحد آخر لبناني فتوش النوري هذيك أنا مش معاها أنا مش معاها ليش معاها أنا مش معاها عبد الدنيا أيوة لازم عبد الدنيا عزيزة إجابة غلطة لا جيجي قالوا لي تو أنا إجا جيجي فضل جيجي جيجي تصفيق على قلبي داكور سؤال سهل سنة مش تقلب حلو فيزياء راسك اللوت صح ثلاثة ضيوف قلتها مش تواس حاب نعاود السؤال ولا نصعب لك باه ثلاثة حاجات كان يعملهم سامي الفيري كي كان منشط فما الفازة هذيك نتاع الجينجل وفما يدخل روحه في الديكور بونشي حد معيط له ويخلص فينا نورمالمون ويعمل لك بيد ديما يعمل لك قصص موزيكا بس هذيك تحك وقلبك ما تحكش ليه قصص موزيكا فاضل هو اللي يخلص فاضل يخلص ديما عمل فيديو هكا وينزل سيبلي سيمي يخلص في فاضل فاضل يخلص فينا فاضل يخلص فينا مش مشكل سمي ثلاثة خلصهم سيمي وما خلصهمش فاضل تعالوا جاوب قول هكا وبعد انزل تو تربح اعمل هكا تو تربح يعمل انزل يعمل هكا وفي الوقت صحيت وين وين سامحني طويل فات وقته مش يرجع خسر 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 يرجع يقعد جهاد مرتاح ترى برو كلنا نغلط ولازم يقعد خاطر الإجابة فيها فاضل وسامي مش خرجوا في إجابة فيها فاضل وسامي سؤال اللي هو الآتي بسم الله ثلاثة مسؤولية كرونيك كوريت بنات خدموا في دي تيب خدموا مزالوا يخدموا فما رانيا تومي فما بيكا فما لبنى الزجيري طلع برافو سميلي ثلاثة مشهورين طلبناهم وما حبوش يجيو ولا ما زوش تليفون وما جاوش في دي تيب راغب عليما راغب عليما ما جاش صحيح كاظم الساهر كاظم الساهر قال جاي ومشى له سبعه قدام داره قاعد يستنى وما هبطلوش مايكل جاكسون الله يرحمه مايكل جاكسون الله يرحمه حبينا نجيبوه جمعة الكوفة برافو وزياد المكي خنوضحوا اكثر السيزون تاع السنه فما مشهور كبير في تونس اللي هو زياد المكي ما حبش يجي يتعزز
احسن. ما رميتش تليفون هذاك مع نفرت بالي مع رقب علي مع جورج وسوف مع جماعه بس نجمو نسميوه اخر حلقه سميوه اخر حلقه ثلاثه ضيوف جاوا اكثر من مره لدي تاب كلثوم حندوس لينا بن علي اوكي لينا بن علي وش اسمها محبوبي كريم انتم كان بس عندي منافس شكرا ثلاثة علي نحب نحيي كلثوم حندوس على خاطر هي برتبة روبريك راهي ماهيش فيكس والله عملتوا سيتكوم على بعضكم تخي سامباتيك حرمونا منه الفايدة في الهنا تنجموا تشوفوه في اليوتيوب على قناة يوتيوب في بيل برافو إجابة صحيحة ثلاثة سطحات هذا سؤال سعيد ثلاثة سطحات شطحهم نضال السعدي في ديتيب أفرو مزود شو مشخلك هيا تجاوب ما يسالش مع بعضنا هذيك كريم استعن بمنافس هذيك اسمها شا هذيك كنترول ومليلة والمزود خدام والاخرى هذيك كريم تاع نحب نعرس ولا اما لازمني نلقى وقت ولا انزل 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 الاجابه صحيحه شاب بشير شاب بشير الحمام شاب صالح شاب صالح شاب بشير ميقال خلاص اسمعوا لي بارول من عند سبيكر نتاع الاغنيه اللي اشتحها لنضال سمعنا لي بارول كيفاش قلت لي نحب نعرس اما نجم نحب نعرس اما نجم مش قلت فلوس مشكلتي ما لقيتش فرج جبن زبده في البلايص ماهيش غنيه هذه حقيقه هذا واقع السؤال موجه الى جهاد طول جهاد ارجع طولوا زوز غادي نربحوا احنا عشنا هون احنا خرجتونا هكاك بور ريان والله حياله والله قد اخر ثلاثه مغنيين غنيوا لايف في تي تي فيديو جراف مغنيين غنيوا لايف في دي تي الوقت الوقت لينا بن علي لينا بن علي خليت ثلاث مرات لينا بن علي هنا تفكر هذيك هي خاطر ضيوف اللي انزل نشوفوا تنزل إجابة خاطئة. جي عبير، راي عبير، يلا عبير. مش عبير، أنا قبل عبير. جنوبنا به به. مشيت عارف. عبير مشيت. وقت استناه هنا ما تبعدش، تخش ماشية جاية. يزيك من المشاكل. ثلاثة كورجية جاية ولدتيب. بكير. بكير، بكير بشوية. أخي مازلتهم. خالد بدرة. راني خالد مخاجش خالد بدرة. راني جريدي. زيتوني زيتوني. زيتوني أي زيتوني. وجريدي. وجريدي وبكير. بقير إجابة صحيحة برافو شيء صعب بقير شيء جاي جاي ثلاثة لعب في دتيب فيهم أسئلة سبيد كويز وبلاين تيست تسمى سؤال لغاية أي تسمى سؤال ودتيب بزر إجابة نحب لبنى تخرج لبنى فما تروار يبريك في دتيب أسميهم باللونجلي وصل صوتك وصل صوتك يا هاي عبير يا عبير ريجا لبنى سبيد كويز و انا نعاون فيك ولا تعاون عبير انت وقت تمشي جاوب جاوب سبيد كويز ديتيب بوزر اضرب الانجلي حاولت بلاين تيست بلاين تيست نقز اجابه صحيحه نقز بالانجلي نحبها اللعبة على الاخر خليني نلعب يحس فما تروار روبريك يتلعبوا بالكراسي قاعدة تنقل عليك جاوب انت فما الاجابات ديتيب بوزر ولا شيز ميوزيكال ما لعبناش برشا وهذيك كي نبداو يعطيونا حروف ونعملوا الميزه ابي سي ابي سي ابي سي اجابه صحيحه عاون فيك انا راه فيك عطينا عاون صديقتي لبنى وصديقتي جيجي والله تورا حسيت روحي حايلت معاك ايش جا نعطيك راسي تورا حسيت روحي حايلت معاك جبت صحيحه كبيره بالعكس اسمع انا ربحه اما باش نمشي نعاود تخرج بيك ويرجع تورا اوكي اما انا ربحه انت ربحه خرجت وانت ربحه انتوا معانا الكل مش كان تو شرزاكم حسيت حتى الاخر لازم ينوض لا لا انا ما عندي دخل في عندك مده باهي ثلاثة حاجات لهنا في الاستوديو مكتوب عليهم كلمة ديتيب هذيك والإكران هذيك البوز هذيك هذيك صحيح والإكران والوحدات نتاعك والوحدات نتاعي مكتوب عليهم ديتيب فإجابة صحيحة وحدات الأخرى وهذيك يسمى شيء سمينا ثلاثة تروا روبريك فيهم كلمة ديتيب ديتيب بزا وين فما هما ديتيب في الشارع انتوما المعدين ديتيب ستريت ما عندكش الحق تغلطي وديكو ما عندكش الحق ديتيب بوكيز وانت التوقيت ديتيب بوكيز فماش ديتيب بوكيز اللي بعد اللي بعد عليك يا عبير مصدقت فما ديتيب دربي دربي كبير اه كوكي فيس مازال على بالك اللي بيجاوب توا صحيح على الاجابه الاولى والثانيه والثالثه اللي يجاوب الاول ينجح اي توا اللي يجاوب الاولاني هو اللي يربح تا 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 ركز ركز تعرفوا الروبريك نتاعنا اللي اسمها تبعني تبعني فما غنيه تعاودوا لي مره ولا اكثر من مره
سميني ثلاثة غنيات تعاودوا برشا مرات. كيفاش بحت خيالك؟ هذيك شيخ لاباه لين خيال ولا دوبل صحيح. هبه 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 هبه. سمي ثلاثة وينزل وراك. روبي جانب هداوة داوة. كيف الأخرى الغزالة رايقة. و بام 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 فيك عندك ايه؟ نحن نعمل اهداء لدار سعد على الاغنيه اللي سمعناها توا. وي انت هذه اللي بدات لنا كلماتها. اي خشي بشير سمعت يفرج ربي تحب نعرس وما لقيتش فرج دوبل ويفرج ربي. ما لقيتش فرج لندر. انا قلت فرج ربي. اه جات في هذيك معناها الاخرين الكل يتعداوا كان فرج دوبل غاب. هكا سمحني ربي. نتاع الاغنيه. تفضل تفضل جات. من احلى ما سمعت في التحفيز وفي الموتيفاسيون لا دار لا دوار حياتي ظل. تحفيز على الاخر. كما طريقك مسدود يا ولدي الصباح تقوم تسمعها هذيك مصلي على النبي تعدي لك النهار. ما انا قمت صباح وطريقك مسدود يا ولدي. ماشي نعدي وقتها مصلي على النبي. عدي مات نسيت كالكولاتريس عاودت رجعت لقيت الدار مسدوده. ما خيبه كي تمشي تعدي مات وتنسى كالكولاتريس. والله تحسب انا حتى كنزها ما نستعملهاش ما نعرفش نستعمل. على ذكر شو كي الربطات شو ما قدمها الفازه تاع تبعني تاع قبيله شو كيفاش ربطتها نتاع تو كيك المنشطين مش ما يقعدوش يلوجوا يتحوا روحهم قبيله قلنا تبعني احنا خلينا نفهم الغنايه ولا دونك وقايد باش نمشيو تبعني طب بالمناسبة هذه خلنا نعملوا هوماج لسامي الفاري خلنا نقولوا بالحق مثال انتم حضرتوا معه وقتها في السيزون الاولانيين كنت حاضر وقتها في اقوى سيزون مع أقوى سامي سيزون. الفاري اي ما سامي فيها لا بالحق من اقوى السيزون بالحق السيزون الاولى والثانية بالحق لا خاطر فيها سامي سيرتو الاولى باهي الا سيغ الا سيغ انت كنت جندي خفيف انا جيت ضيف خفير انا وعملت البتيت طلعت وقتها غاديك اقوى انفيتي في السيزون هذيك كان ميغالو أي. حلقتك وقتها قلبت الدنيا والله وقت اول ضيف نحى صباته وطلع فوق الديكورشي ومن وقت سامي الفاري في الحلقات اللي بعد ولا ينحي صباته ويطلع في الديكورشي وهذيك عنا عليها فيديو مسحتوا عليها عنا عليها فيديو دونك بالمناسبه هذه حبيت نعمل هوماج وحضر فريق الاعداد فيديو هوماج لسامي الفاري حسيت تاثرت مع يبكي اثرت راني تاثرت اثرت بالحق مات محلاهم كانوا نو مي سيريوزنو يا في بالحق دي مومون دو تيلي خاطر لا تيلي ننساوها الفازه اوكي نتفرجوا ويصيروا حاجه الكل مي يا دي مومون دو تيلي دونك محلاهم كي تعاود تراهم زاد اي فازيت نتاع كيلت مارك انت ما تنجمش تزابي دونك تو سا سا يسموها انا في الجزائري رحت كلان دو يجيك الحال فازات تخليها فوق الباب تعاود هذا هذا هو وانت قبيله حكيت على فاز ديكور بونشي وانا كي طلعت هذيك شو ربي سبحانه أي. الفيديو موجوده ما عرفوش قصه العديوة كي قلت انت ها شوف ليه كيبه قويه ذي بس ولا نشكر ما كريتها في سايبيني غادي كبدات فاز هذيك فديت بدات بسايبيني سايبيني وقت سايبيني ومن حفصة خاطر قلت سايبيني سايبيني وانتم تو باش تلعبوا معايا تابعيني تابعيني نبداو الفريق الاول كنابين ولاني هما اللي تبعوها معايا تابعني سيدي قانون اللعبه هاي انت ماكش تلعب زين تفضل لا لا فاش تطيح ما نجموش تبعوك تبعوك انت تبعوك انت نعطيكم توب ميوزيك ونبداو تبعني توب ميوزيك نحن
برافو 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 جيان بالموزع صوت موزع صوت يرضي يا هاتر يرضي هاتر لا بالحق والله درتوا فيها كوريغرافيا حلوه اللي مش الفريق الثاني متكون من مين حلوه راني تومي طوره وصحواز بيجا 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 ليك ليك شكون انا شكون هوني هاي طوره لنا توب ميوزيك راح لنا واحد الموسيقى موسيقى الاكس 6 تري بون شوا بور اون فينال يعطيكم الصحه يعطيكم الصحه الكلمه في الروبريك هذيا عند الجمهور هو اللي بيجي يصوت للفريق الاول فريق جهاد ولا فريق في كان نبداو بالفريق الاول كانبي الاول كانبي جهاد كانبي الثاني كانبي توره على بيكا
لبنى لبنى شبيك تعرف شبيك تعرف لا خاطرنا شطحت بالقدا 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 وتورا ما روحش شبيك تعرف تورا ما روحش رجولي تورا ما روحش سامحني وتورا شو عمل لابار ولا جابوا له النوبه لحظه 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 اسمها بريزونس معناتها خليه ربي خليه 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 لا بريزونس لا ولدي هو مروه وجهاد عمل برشا فازل جهاد انت انت اسمع انت من مؤسسي دي تيب وانت تعرف القوانين لازمها شطيح معناتها لازمها شطيح عمل لهم باتل نعاودوا باتل عمل باتل لبنى خلوك باتل لبنى وتونس باتل ليه ليه يا ولدي ليه انا نعم لبنى جمهور لا ما انت يحوش من يدور باتل ما نرجعوش يا خالي ما نحبوش بعضنا نتعداو للريبريك اللي بعد واو السلام يا عيالك دونك حسب تصويت الجمهور من لبنى يا سلام عليك يا سلام عليك تو نبدل انا علاش قلت لبنى وتوره تو نبدل اي صحيح بندا عبير شوفي كوره ولبنى بندا عبير خلي يتراتخوا شكون اللي في ايكيبا علاش متلاقيش شو مش لطيف خلينا محلينا الحلقه الاخيره السيزون الاخيره محلينا نحكوا نخرجوا من بوتي ما بنا على كيف فكر نخرجوا من بوتي شبيه زيدي اشهر نو قلت نخرجوا يلا قبل ما نخرجوا الفيلم خلينا نحكيوا على جديد نتاع الدوره في قطر صدقني ربي الموتور هكا ولا يس يس دونك اللي هي الدوكاتي اللي هي الفراري نتاع الموتورات اللي هي بانيغالي معناتها اخر حاجه في الموتورات باش ما نحكيش ياسر كنت حاب نتفرج كل شيء موثق باه خلينا نشوفوا مادام كل شيء موثق نشوفوهم بعد نرجعوا دوكاتي بانيغالي ذيس ايطاليان Sexiest bike, sexiest super bike. I've been enjoying driving this little baby for the last 3 days here in Qatar, thanks to Ducati Qatar by Al Fridan. 198 kilograms that go up to 300 kilometers. I got a super brake system. It's a mix between aerodynamic and technology. Like you can feel all this. There is many type of moods you can keep on changing in here. Super handable. It's not heavy. It's only show the screen. The logo here, it got different moods, it got speed control. This is like every biker's dream, you know? Just ride it, you will directly fall in love. They're here in Doha, the country where they're gonna have the World Cup 2022. It's one of the safest, the best road, super clean. You can enjoy the weather. Let's go for a ride. دونك بلي جست حاجه للاصدقاء اللي يسوقوا الموتورات ديما ديما اسوري الموتور ولا اي اسوري حتى كان مش اسوري عادي الحمد لله بس حاب يسلك بوراقه العبيد بلي اللي تسوق الموتور ديما حطوا لي كاسك راهي الموتور هي سي ان مويان دو ترونسبور مش حاجه باش نجريو بها لا 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 ولا لا بالحق بالحق سينو دونك هذه واحده من لي كولابوراسيون اللي ان شاء الله في الايام الجايين باش تشوفوني ان شاء الله مع بليزيوغ مارك واحد اخرين بارابور لي موتو الكراهب وبرشا حاجات اخرين يعطيك الصحه دورا بيكا الوحيده نتصور عرفتني وين ماشي انت هنا نقترح اشهر اي نقترح اشهر والا اي لازم نخرج والا بلان تيست ولا ليه؟ خلنا نخرجوا ومذا ثم نعود ومية ولا ومذا ثم نعود